أما متابعينا الأعزاء، يتواصل العطاء واللقاء من أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة انطلاقة شوطنا. هذا الشوط الخامس عشر للأبكار اللقاية المهجنات الأصايل، شوطنا الخامس عشر في تعداده. نذهب إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول إلى الصدارة، من تأتي مع المقدمة والصدارة راهية. حمد بن حامد بن فاضل المزروعي من يقدم لنا راهي مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز من تسللت مع الصدارة وانطلقت مع المقدمة بهذا الانطلاق المميز، أرى شبة تعود الملكية، أحمد بن سالم بن علي بن عوي الشامسي من يقدم لنا شبة مع المركز الأول. ثاني المراكز حلف، حمد بن محمد بن حمود اليحافي من يقدم لنا حلف مع المركز الثاني، ولكن اللي غيرت في هذه اللحظات إلى المركز الثالث، من تأتي مباشرة راهية، حمد بن حامد بن فاضل المزروعي. رابع المراكز أرى القادمة والواصلة في هذه اللحظات المسك، محمد بن حمد بن عري المنصوري من يقدم لنا المسك مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مباشرة، هنا خواطر تعود الملكية من يقدمها لنا أحمد بن راشد بن محمد المنصوري من يقدم لنا خواطر مع المركز الخامس. سادس المراكز اللي في المركز السادس العنود، صالح بن بخيت بن مسلم بن طاسه العامري مع المركز السادس. المركز السابع تتقدم مباشرة في هذه اللحظات، أرى اللي افتخار مسلم بن محمد بن سالم العامري مع المركز السابع. ثامن المراكز انطلاق مباشر في هذه اللحظات، نتأخر لنشوف المركز الثامن الواصلة من الجانب الآخر تتقدم بهذا الانطلاق المميز وتأتي مباشرة. مشاهدين الكرام، أرى اللي هي من تأتينا هناك، أرى اللي هي خيرة حمد بن سعيد بن محمد الحبسي من يقدم لنا خيرة القادمة الواصلة من الجانب الآخر، وتسللت النايفة سلطان بن أحمد بالكيله العامري. عاشر المراكز وختام النداء الأول، تنطلق في مباشرة، أرى اللي هي النشمية حمد بن سيف بن حميد الشامسي. هكذا النتيجة والنداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة لشوط الأبكار المهجنات الأصايل. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، من تتقدم الجموع وتأتي مع مقدمة الشوط بهذا الانطلاق المميز على الصدارة وعلى المقدمة بتقدم ممتاز مع المركز الأول مع الانطلاق الأول. مشاهدين الكرام، أرى اللي هي شبة أحمد بن سالم بن علي بن عوي الشامسي من يقدم شبة مع المركز الأول ومع الصدارة. ثاني المراكز راهية، حمد بن حامد بن أحمد المزروعي بن فاضل شعاره يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث تأتي مباشرة في ثالث المراكز اللي هي حلف، حمد بن محمد بن حمود بن علي اليحافي من يقدم لنا حلف مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع، تنطلق المسك، محمد بن حمد بن محمد بالعري المنصوري من يقدم هذا الانطلاق مع المركز الرابع. خامس المراكز، وصل السريو بن الصمغة بن السريو العامري من يقدم لنا الواعية، يتقدم ويقدم الواعية مع المركز الخامس. بن زيتون يتقدم في هذه اللحظات ويقدم هذا الانطلاق والمسار، تنطلق مباشرة بهذا التقدم الممتاز وبهذا المسار المميز مع المركز السادس. أرى اللي القادمة مهمة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري النشمية، حمد بن سيف بن حميد الشامسي، ولكن الأسماء بدأت تصل والتقدم الممتاز من طرفاشة تعود الملكية، علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري القادم أحلى. وصلت هنا العفريت، عبد الله بن سيف بن مبارك الخيل، يا سلام، ولعوا أهل الأبكار المهجنات، اجتمعنا الأبكار، انطلق الكل مشاهدين الكرام من أجل الفوز والناموس. يا سلام يا سلام، حلف مشاهدين الكرام، ولكن اللي غيرت في هذه اللحظات وانتزعت الصدارة الواعي الواعي
الواعية تبي السلام لأهل الظفرة الواعي مع المقدمة السريو بن الصمغة بن سريو العامري مع المقدمة والصدارة. ولكن العفريت الخيلي 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 مع العفريت غادرة العفريت عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء والإبداع الذي تقدم لنا العفريت عبد الله بن سيف بن مبارك. مشكور يا بن حميد مشكور على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الواعية سريو بن الصمغة بن سريو العامري. المركز الثالث ثالث المراكز مهمة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع من وصلة متعب أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. خامس المراكز من وصلتنا مشاهدين الكرام مع المركز الخامس اللي هي الفائضة محمد بن بطيب بن مناخ الخيلي. نذهب إلى التوقيت الزمني مشاهدين الكرام وإلى الزمني التوقيت الزمني مشاهدين الكرام. هناك العفريت عبد الله بن سيف بن حميد الخيلي 5 دقائق 54 ثانية 51 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني الواعي سريو بن الصمغة بسريو العامري. المركز التوقيت الزمني مع المركز الثاني 5 دقائق 56 ثانية 9 من الأجزاء. ثالث المراكز من وصلت مع المركز الثالث هناك مهمة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. قطعت المسافة في زمن وقدره. التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية 95 جزء من الثانية. المركز الرابع من أتت في رابع المراكز مشاهدينا الكرام متعب أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 5 دقائق 57 ثانية 4 من الأجزاء. خامس المراكز من أتتنا مشاهدينا الكرام هناك المركز الخامس الفائضة محمد بن بطي بن مناخ الخيلي. قطعت المسافة في زمن وقدره. التوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية 16 جزءا من الثاني. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس للجميع.